بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم ابنائي بناتي تلاميذ وتلميذات الصف السادس الابتدائي على قناة محمد عبده للترم الاول مع مادة الرياضيات النظام الجديد الفصل الدراسي الاول، ولقائنا من خلال كتاب الاضواء مراجعات واختبارات الدروس والمفاهيم والوحدات، الوحدة السادسة بعنوان توزيع البيانات، ولقائنا مع اختبار الاضواء لمفهوم الوحدة السادسة بعنوان جمع البيانات وتمثيلها وتطبيقات عليها. تعالوا بينا مع بعض نشوف افكار اختبارنا ايه وازاي هنشتغلوا مع بعضنا. ما تنسوش اعجاباتكم واشتراككم اذا كنتم مش مشتركين، عشان خاطر تقدر تتابع معايا الفيديوهات اللي بنزلها. تعالوا بينا مع بعض. بس قبل ما نبدا برضو عايز اذكرك بان في شاشه النهايه في اخر دقيقه في الفيديو في ثلاث صور هينزلوا لك: صوره لكتاب المدرسه شرحه ودرس درس وصفحه صفحه ومراجعات الوحدات بتاعته، وكتاب الاضواء برضو مراجعات ونماذج امتحانات، بالاضافه دي على قناه محمد عبده، بالاضافه لكتاب سلاح التلميذ مراجعات ونماذج امتحانات برضو على قناه معلم الرياضيات للترمين، بالاضافه للاي اللي كل شويه هتظهر لك رابط من الروابط، مجرد ضغطه على رابط او على صورة من الصور هتنتقل اليها مباشرة، يعني مش محتاج انك تستفسر ولا تسأل في اليوتيوب. برضو هقول لك ان قناتي للترم الثاني اللي هي قناة براعي مبدعة اللي هينزل عليها دروس الترم الثاني هتلاقي الرابط بتاعها في صندوق الوصف، مجرد ما تضغط عليها تنتقل اليها. يسعدني اشتراكك فيها من دلوقتي عشان خاطر لما تنزل عليها دروس بتاعة الترم الثاني ان شاء الله يحيينا ويحييكم المولى تبقوا عارفين ويجيلكم اشعار بيها. تعالوا بينا نشوف افكار اختبارنا ايه وازاي هنشتغلوا مع بعضنا. اختبارنا بيبدأ بالسؤال الاول اللي هو اختر الاجابة الصحيحة. بيقول لي في سؤال: كم يبلغ من العمر تلاميذ مدرستك؟ السؤال ده ايه؟ هل هو احصائي ولا غير احصائي، ولا اجابته نعم ولا اجابته لا؟ طبعا هنا الاعمار مختلفة والاجوبة هتكون متعددة، عشان كده هيكون احصائي هختار له رقم الف هي الاجابة بتاعتي. طب نقط هو الفرق بين اعلى قيمة واقل قيمة، ودي اللي احنا بنتعامل معها زي ما هنشوف دلوقتي وهنجيبها، اللي هي المدى، الاجابة رقم جيم هي الاجابة بتاعتنا. طب يمكن ايجاد نقط مباشرة من مخطط التمثيل بالصندوق. مخطط التمثيل بالصندوق من خلاله انا بقدر اشوف الخط الرأسي اللي موجود في الصندوق نفسه بيعبر عن الوسيط، وبالتالي مش محتاج ان انا اجيب الوسيط، لكن من خلال الرسم نفسه مباشرة اقدر اجيبه، وبالتالي اختار له رقم الف الوسيط. طب ده كان سؤالنا الاول. تعال نشوف سؤالنا الثاني بيقول ايه. بيقول اكمل ما ياتي. بتصف البيانات الاحصائية، بتصنف البيانات الاحصائية الى نوعين من البيانات: بيانات عددية وبيانات وصفية. طب بيقول لي مخطط التمثيل البياني المناسب والاسهل للاجابة على السؤال ما هو الوسيط الخاص بالبيانات بتاعتي، طبعا على طول هو مخطط الايه الصندوق، فبقول له مخطط الصندوق. برضو في مخطط الصندوق عندي في خمس قيم مهمة جدا لازم تكون عارفهم، اللي هم الحد الادنى والربع السفلي والوسيط والربع العلوي والحد الاقصى. دول الخمسة مهمين لازم تكون عارفهم: الحد الادنى والربع السفلي والوسيط والربع العلوي والحد الاقصى. ده كان سؤالنا اللي هو التاني. تعالوا نشوف سؤالنا التالت بيقول ايه. بيقول لي اوجد الوسيط للبيانات التالية. انا عندي هنا قيم خمسة عددها وعندي هنا قيم ستة عددها، اذا هتعامل مع عدد فردي هنا ومع عدد زوجي.
بس قبل ما بتعامل معاه عشان اجيب الوسيط، اول خطوة بنعملها ان انا لازم ارتب تصاعدي او تنازلي وبعد كده نجيب له الوسيط. فلما امسك المسألة الاولانية الاقي الترتيب بتاعي 1 وراها 2 وراها 5 وراها 6 وراها 8، يبقى الترتيب بتاعي التصاعدي هاخده من اليسار الى اليمين، 1 و2 و5 و6 و8، دول عددهم كام؟ 5 فردي. يعني نون هنا بتساوي 5، نون اللي هي عدد القيم 5 فردي، وبالتالي عشان اجيب الوسيط بقول نون زائد 1 واقسمه على 2، يعني 5 زائد 1 تبقى 6، واقسمه على 2 تديني 3. التلاتة مش هي الوسيط لكن هي ترتيب الوسيط اللي هو القيمة التالتة، فاعد ادي 1 2 3، تبقى 5 هي الوسيط بتاعي. ده في الاعداد الفردية. طب لما نيجي للاعداد الزوجية برضو هعمل نفس الكلام، لازم ارتب الاعداد اللي عندي. يعني اخد 2 تصاعدي اسهل لك طبعا، 2 3 6 6 وبعدين 7 9، يبقى بعمل ترتيب تصاعدي 2 3 6 6 7 9، دول عددهم كام؟ دول عددهم 6، يعني نون هنا بتساوي 6، وبالتالي بقول نون على 2 هتديني كام؟ هتديني 3، واضيف عليها 1 عشان زوجي هيبقى، لان انت لو خدت التالت بس مش هيبقى في الوسط، هيبقى هنا في 2 وهيبقى هنا في 3، لكن لازم دايما يكون في الوسط. فعشان نكون في الوسط هنا باخد الاتنين دول عشان يبقى على يسارهم 2 وعلى يمينهم 2، وبالتالي بنقول 6 على 2 تديني كام؟ تديني 3، واضف لها 1 يبقى 4، يعني ترتيبه التالت والرابع اللي هي 6 دي و6 دي بجمعهم واقسمهم على 2 عشان اجيب الوسيط اللي هيكون بين الاتنين دول اللي هي 6 والستة، هتطلع 6. وبالتالي هقول له ان الوسيط بيساوي اجمع 6 زائد 6 اللي هما الاتنين دول التالت والرابع، الترتيب بتاعهم التالت والرابع، واقسمهم على 2 يدوني 6، يبقى الوسيط بتاعي هو ايه؟ 6. تعال نشوف مسألتنا الرابعة بتقول ايه. مسألتنا الرابعة بتقول لي انا عايزك ترسم مخطط الصندوق للبيانات العددية التالية اللي بتوضح اعمار الاطفال المشتركين في مسابقة الجري. الاعداد عندي قدام مني، محتاج ان انا لازم ارتبها في الاول ترتيب تصاعدي او تنازلي، واحنا اعتدنا على التصاعدي. تعال نرتب ترتيب تصاعدي، هلاقي 6 عندي اللي هي اصغر قيمة مكررة 4 مرات، ادي 1 ادي 2 ادي 3 والاخيرة 4، يعني 4 مرات 4 6 موجودين قدامي. طب بعدها في ايه؟ في 7 1، بعدها في ايه؟ 8 1، بعدها في 10، بعدها في 11، دي واحدة ودي واحدة، ال 12 متكررة مرتين. طب كلام جميل، دول كده عددهم كام؟ عد كده واشوف هيطلعوا كام. ادي 4 ادي 5 ادي 6 7 8 9 10، طلعوا كام عندي؟ طلعوا 10. طيب انا محتاج اعرف الحد الادنى والحد الاقصى واجيب الوسيط، وبعدين الربع السفلي، وبعدين الربع العلوي. يعني عود نفسك على ان انت ترتبها بالطريقة دي لان هي الخطوات اللي انت بتمشي بيها. يبقى انا هبتدي الاول اجيب الحد الادنى، اصغر حاجة عندي كام؟ هي 6، اكتبها له 6. طب واكبر حاجة عندي كام؟ هي 12، وبالتالي هقول له 12. ادخل بقى على الوسيط، احنا قلنا دول عددهم كام؟ 10، مش كده؟ 10، يعني هقسمها على 2 يبقى 5، واضف لها 1 يبقى 6، يعني 5 و6 هنا دول. ليه؟ لان دول هيبقى على يسارهم 4 6 وعلى يمينهم برضو 4 قيم، وبالتالي اخد 6 و7 6 7 و8 اللي هم الخامس والسادس زي ما قلنا، واقسمهم على 2 يبقوا 15 على 2، يعني 7 ونص، يعني الوسيط بتاعي هو 7 ونص.
طب بعد ما عرفت 7.5 الوسيط بتاعي، عايز اجيب الربع السفلي والربع العلوي. ركز معايا هنا برضو، انا قلتها في الفيديو اللي فات وبعيدها تاني عشان تبقى عارف. طالما ان الاعداد زوجية بيبقى عندك 2 بتجمعهم وبتقسمهم على 2، ارجع تاني للاتنين دول اللي هم 7 و8. خد 7 مع كل اللي قبلها، وخد 8 مع كل اللي بعدها، عشان تجيب الربع السفلي مع 7 واللي قبلها، وعشان تجيب الربع العلوي مع 8 واللي بعدها. طيب تعال نشوف الربع السفلي. 7 هنعدهم، هنلاقيهم 1 2 3 4 5، 5 اضيف لها 1 يبقى 6، يعني التالت. اذا الستة التالتة دي هي الربع السفلي، الستة التالتة بتاعتي هي الربع السفلي. طب لما نيجي للربع العلوي برضو هعمل نفس الكلام، اعد 1 من اول 8، 1 2 3 4 5، اضيف لها 1 يبقى 6، يبقى التالت. اعد من اول ده 1 2 3، يبقى ده اللي هو ال11، يبقى هو الربع العلوي بتاعي. اذا عندي دلوقتي لما تلاحظ قدام منك هتلاقي ان الحد الادنى 6، وفي نفس الوقت الربع السفلي 6، يعني هتبقى عبارة عن نقطة مش قطعة مستقيمة زي ما بنعمل. تعال نشوف خط الاعداد، نبدأ به من اصغر قيمة لاكبر قيمة عندي. يعني هاخد الخط بتاعي بالشكل ده من 6 لغاية 12، وابدأ انفذ الكلام ده عليه، اشوف الحد الادنى من عند 6. طيب وهاخد بعده على طول الربع السفلي، هيبقى برضه عند 6، يعني هتبقى نقطة مش شرطة لانها مش هتتحرك معايا، وبالتالي هتبقى نقطة، وهيبدأ الصندوق يمشي معايا لغاية ما يوصل الى الربع العلوي اللي هو 11. يعني الصندوق هياخد من 6 لغاية 11. تعال نشوفه اهو بالشكل ده، ادي 6 اهي اللي هي في نفس الوقت حد ادنى وربع سفلي، خلاص كده. طيب وبعدين الوسيط احنا جبناه 7.5 اللي هو بين في النص بين 7 وبين 8 في النص هنا، ده هو الوسيط بتاعي. طب والربع العلوي، الربع العلوي قلنا 11 اهو لغاية هنا. طب والحد الاقصى هو 12، اذا هنا في الشرطة بتاعتي بتاعت الربع الرابع، لكن الربع الاول ملهوش مسافة، هو النقطة نفسها بتاعته. الربع التاني بياخد من الربع الاول اللي هو ده اللي هو الربع السفلي يعني لغاية الوسيط، والربع التالت بياخد من الوسيط لغاية الربع العلوي بتاعي، والربع الرابع اللي هو الجزء الاخير ده. ده كده الرسم بتاعنا والتنفيذ بتاع اجابة المسألة بالخطوات زي ما شفنا كده، والنظام بتاعها المطلوب ان انت تتدرب عليه وتبقى عارفه كويس في حالة الاعداد القيم لما تكون اعدادها زوجية. طيب تعال نشوف المسألة بتاعتنا رقم 5، بتقول لي ايه؟ بتقول لي ارسم لي المدرج التكراري للبيانات العادية الاتية اللي بتوضح كتلة بعض التلاميذ في فصلك. ابتدينا نعمل احصائية كده ونوزن تلاميذنا ونشوف كتلتهم كام والتكرار بتاعها كام. اللي طلع 30 كيلو تلميذ واحد، 31 كيلو تلميذ واحد، 33 كيلو تلميذ واحد، 35 وهكذا لغاية 44. طب كلام جميل. انا بقى هنا عشان اعمل له مدرج تكراري يبقى محتاج فترات، بس قبل ما اجيب الفترات لازم اعرف المدى عشان اقدر على اساسه اقسمه الى فترات. فهقول اكبر قيمة كام؟ 44. طب واصغر قيمة كام؟ 30. اطرح ال 44 اللي هي اكبر قيمة ناقص اصغر قيمة اللي هي 30 تديني 14، يبقى المدى بتاعي اللي هو 14. انت تعامل معاه على انه 15 اللي هي قريبة من ال 14، تمام؟ طيب ال 15 من السهل جدا ان انا اقسمها، مثلا ممكن تقول لي 5 فترات وكل فترة فيها 3 قيم مثلا، وممكن تقول لي 3 فترات وكل فترة فيها 5 قيم. تعال نجرب لو خدنا الفترات 3 فترات وكل فترة فيها 5 قيم،
انا هبدأ بالتلاتين بتاعتي وهمشي خمس قيم، مش هوصل لخمسة وتلاتين، هوصل لاربعة وتلاتين، مش كده؟ اللي هي مش موجودة هنا، مش مشكلة انها مش موجودة، المهم تعد كام التكرار بتاعها، هتلاقي واحد اتنين ادي تلاتة. اذا من التلاتين لاربعة وتلاتين، تعال نشوفها برضو كده قدامنا اهي، ادي المسلسل بتاع الفترات بتاعت الفترة الاولى التانية التالتة. اول فترة من 30 ل 34 زي ما شفنا التكرارات بتاعتها 3، بعد كده من 35 لغاية 39 لما تعد من هنا لغاية ما توصل دي اللي هي قبل 39، لان هنا 40 ماليش دعوة بيها، لغاية هنا هتلاقيهم 8، تمام كده؟ يعني هيبقوا 8، تمام؟ اذا انا عندي هنا دي من 35 ل 39 دول 8. طيب لما اجي اشوف عندي بقى من 40 الى 44، 40 من هنا لغاية 44 اللي هي الاخيرة، هتلاقي هنا في 4 وهنا في 6، يبقى 10 زي ما احنا شايفين قدامي. طب ابتدي بقى اعمل المحور الافقي بتاعي، خلاص الجداول اللي فوق دلوقتي مش هنستخدمها، احنا هنشتغل مع الفترات والتكرار اللي هو عدد التلاميذ، هتعامل مع الفترات اللي هي كتلة بعض التلاميذ، ودي هتبقى المحور الأفقي بتاعي اللي هو الإكس بتاعي، والواي بتاعتي هتبقى عدد التلاميذ اللي هي التكرارات. لاحظ إن عدد التكرارات أكبرها هو 10، يعني لو مشيت كل واحد هتبقى سهل عليك إنك توصل للعشرة. وبالتالي هعمل الجدول بتاعي واحط الفترات من تحت بالشكل ده، ادي الثلاث فترات بتوعي من 30 ل 34، وبعدين من 35 ل 39، ومن 40 ل 44. المحور الافقي بيمثل ايه؟ بيمثل يا اما تقول الفترات، يا اما تقول كتلة ايه التلاميذ بالايه بالكيلوغرام. طيب والمحور الرأسي هو عدد التلاميذ او التكرارات بتاعتي، وعنوان الرسم بتاعي المدرج كله عنوان كتلة بعض التلاميذ في فصلي، على حسب ما تحط التسمية اللي تعجبك المناسبة معك. تبدأ بأول فترة عندي اللي هي من 30 لغاية 34، طلعة كام؟ طلعة لغاية 3، عد 0 1 2 3 واعمل العمود بتاعك بالشكل ده. لاحظ ان الاعمدة في المدرج التكراري بتكون متلاصقة ومفيش فيها فراغات، وبالتالي هاخد الفترة التانية على طول 8 واطلع بيها لغاية من اول الفترة اهي، من اول هنا من اول الصفر لغاية الـ8 فوق اللي هي لغاية هنا، ده العمود التاني بتاع الفترة التانية. العمود التالت بتاع الفترة التالتة اللي هو من 40 ل 44 واصل لغاية 10، وبالتالي هاخد العمود بتاعي لغاية هنا، ودي تبقى الرسمة بتاعتي، ودي تبقى الإجابة بتاعتنا على سؤالنا. وما تنسوش حبايبي رابط قناتي للترم الثاني اللي هي قناة براعم مبدعة، هتلاقي الرابط بتاعها في صندوق الوصف أسفل الفيديو، بالإضافة للثلاث صور اللي قلت عليهم، صورة كتاب المدرسة وصورة كتاب الأضواء وصورة كتاب سلاح التلميذ اللي انت محتاجه منهم، اضغط عليه تنتقل إليه تلاقي الدروس والمراجعات بالترتيب نازلة معاك، بالإضافة لعلامة الآي اللي كانت بتمر لك كل شوية في الفيديو، بالإضافة لصندوق الوصف. تضغط على أي رابط منهم لتختار القناة اللي انت عايزها، أو تختار جروبي على الفيسبوك، يسعدني اشتراكك ودخولك في الفيسبوك إذا كنت محتاج أي استفسار. بكده حبايبي يكون وصلنا لنهاية لقائنا مع اختبارنا، وإلى اللقاء مع المراجعة التالية، مع أطيب تمنياتي بالتفوق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.